الواتر بتاع الاي بي بي هنا. برضه في الموضوع بتاع الاي بي بيتكس اللي هنستعرضه، كان في مجموعه عملت الاي بي وكنت المجموعه، وحاليا تم انتخابي لنائب رئيس في المجموعه بتاعت الفوكابلري. مع انه ما حضرت الاجتماع كان في دبي لانه كنا مشغولين هنا بالافريميكس، لكن بقيت ممثل المجموعه العربيه في الاي تي يو تي، ومع انه انا بنغلاوي العربي الفريده والثانيه.